نبدا بقى اول اخبارنا. وامبارح زي ما كريم كان بيقول كده كلنا شفنا تنظيم على اعلى مستوى، حاجه مشرفه جدا لحفل قرعه كاس العالم لليد واللي هتنظمها مصر ان شاء الله في يناير 2021، والاول مره هتكون البطوله دي ب 32 منتخب. بصراحه اختيار المكان كمان عند سفح الهرم، فقرات الحفل اللي عبرت عن مصر وطبعا في مقدمتهم كمان فقره الموسيقار العظيم عمر خيرت، الى جانب تقديم فقرات كانت جميله جدا من خلال خالد النبوي الفنان الكبير خالد النبوي والجميله انجي المقدم وطبعا الاعلاميه الزميله جاسمين طه. كل ده خلينا نقول قال للعالم ان مصر موجوده قادره على احتضان العالم. كمان حرص الاتحاد الدولي على دعوه الكابتن حسن حمدي رئيس الاهلي السابق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي. الحفل كان اكثر من رائع، ودايما كنا احنا برضو في البرنامج ده حريصين ان احنا نربط ما بين الرياضه والسياحه، فاكر يا كريم دايما كنا بنحب. فاعتقد ده اكبر مثال حي اهو، فكره ان انت رياضه وفي نفس الوقت السياحه، العالم كله هيشاهد العالم كله هيتابع، في حاجه حقيقي مشرفه جدا الحقيقه. ايفنت حاجه كده، حاجه شيك بالمعنى الحرفي. طبعا اللي شفناه امبارح ما كانتش قرعه بطوله بقدر ما كانت لوحه فنيه متكامله الاركان. وهنا الحقيقه لازم نتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وطبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي الحقيقه كلهم مهتمين اهتمام ملحوظ بالرياضه بمختلف اتجاهاتها، سواء كانت رياضه رسميه او حتى مجتمعيه. امبارح العالم كله كان بيتكلم على التنظيم وعلى هذه الفعاليه وعلى هذا الحفل المشرف، وكلموا كمان عن مصر اللي بتقدر تعمل فعاليات مبهرة زي ما شفنا كده امبارح، وطبعا بتستعد لبطولة كبيرة جدا بكافة الإمكانيات في ظل جائحة كورونا، وده دليل على أن مصر كالعادة دولة كبيرة وتقدر دايما تتحدى وتقدر دايما تحقق نتائج مبهرة. دي طبيعة المصريين، وده اللي قاله بالمناسبة الدكتور أشرف صبحي امبارح، قال نصا أن تنظيم القرعة بهذا المستوى كان رسالة للعالم كله أن مصر قادرة على تحقيق الحلم. ده كلام حقيقي وكلام محترم جدا.